شيخ صبري، اهلا بيك شيخ صبري. اهلا اهلا وسهلا، اهلا بيك شيخ صبري، مبروك ونورت الشاشة. الله يخليك، الف الف شكر شيخ صبري. ربنا يبارك فيك. بتعتبر النقاش في الحاجات يعني هنا بعضكم دايما يرفع شعار يا تتحجبي يا متحجبيش، يعني انما تقفي في المنتصف. يعني هوجمت الفنانة سهير رمزي لانها قالوا انها واقفة في المنتصف يعني، وعاملة حجاب خاص بيها، هي بتقول ده مش حجاب، ده حشمة، انا محتشمة بهذا الشكل، نعم تبين خصلات من شعرها او جزءا من شعرها يعني. نعم لماذا تهاجم على ذلك شيخ صبري؟ أولا عاوز أقول للفنانة سهير رمزي، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول رحم الله عبدا زج الغيبة عن نفسه، يعني لا يكون سببا في أن يغتابه الناس على الحق أو على الباطل. هذه الأولى. الأمر الثاني بالنسبة للحجاب، الحجاب فرض من فرائض الإسلام وله وصف مكتمل حتى يقال عنها أنها محجبة. عورة المرأة الجسد كله ما عدا الوجه والكفين. هذه المرأة لابد أن تعلم، أو الست من أخواتنا، أن عندما ترتدي الحجاب أو ساتر العورة اللي هو من جميع الجسد ما عدا الوجه والكفين له شروط: ألا يصف وألا يشف، يعني ما يكونش شفاف ولا يصف الجسد زي ما هي بتقول الجنس والإيه يعني محزق وحاجات زي كده، دي لا يطلق عليه حجاب حتى لو غطت كل جسد. النقطة الثانية والمهمة ان المرأة اذا ما اكتمل عندها الحجاب الشرعي بتحصل على ثواب من قبل الله عز وجل، ولكن اذا خالفت هذا الحجاب باحد شروطه وسقط احد شروطه لابد تعلم انه يلحقها ذنب او وزر من الله عز وجل. خلاص ربنا يحاسبها يعني، لكن مش المجتمع يعني. لا، مفوض الى الله عز وجل. هذه نقطة. النقطة الثانية ان الله سبحانه وتعالى لم يعطي لاحد سطر ان يدافع عن الاسلام الا بجوهر الاسلام. الاسلام حجة على الجميع ولا احد حجة على الاسلام. الفنانة سهير رمزي بقول لهم يا ريت تشتغلوا في انفسكم، ولو بحثت عن نفسك هتجد فيك عيوب اكثر منها بكثير. لكن انا عاوز اهمس في اذن الفنانة سهير رمزي شخصية مؤثرة قد يقتدي بها الناس، لابد أن يتعلم أن الحجاب بهذه الصورة الطيبة التي يريدها الإسلام هتكون نموذج طيب ويقتدي بها بعض الفتيات وبعض الوسط الفني الراقي. النهاردة لقيت في موقع الوطن حجاب سهير رمزي موضة البنات، اللي هو زي ما انت عاملة كده نص الشعر. لا لا، الحجاب ده كان من أول ما عملت مسلسل حبيب الروح، فكان المسلسل كله بالحجاب كامل، ما كانش في حاجه باينه خالص. فحتى المحلات عملوا، لان انا ما كنت بلبس حاجه زي الكوبيشون كده بحطه على راسي بشكل معين، يعني كنت عاملاه بشكل معين. فابتدت المحلات تعمل الموديل ده وتقول لك ده حجاب سهير رمزي، فكانت الناس بتروح تشتريه اللي معجب بيه او اللي عايز يلبسه يعني، بس كان حجاب مقفول خالص. طب ما هو باينه الشيخ صابر شو بيقول لك ده التاثير بقى على كويس قوي. انا دلوقتي هيقلدوني في ايه؟ ما انا برضو محتشمه. يا ريت يقلدوني في الاحتشام. لا يا ريت الاحتشام، ما هو اهم حاجه ان انا اكون ست محتشمه. زي ما قلت يا شيخ صبري، انا مش المفروض ان انا البس البادي والجينز الضيق واروح حاطه شارب مغطيه شعري كله، ده مش حجاب، ده ما هوش حجاب. يا استاذ سهير، عشان تعرفي الاسلام، هو الاسلام هكذا، الاسلام لا، الدين الاسلامي الوحيد من الاديان السماويه الذي قال لا اكراه في الدين، الالتزام درجات معينه، كلما زاد الالتزام كلما زادت الحسنات. الله، انا عاوز بس اكمل الجمله اللي قطعني فيها الاستاذ وائل، ان انت لما تكوني نموذج هيحتذى بيك الناس بيها، فاعلمي انت بين المطرقه والسندان زي ما بيقولوا طرفي الخيط، اما ان تتمثل الناس بك فانت تكوني عملتي سنه حسنه، وقال فيها صلى الله عليه وسلم من استنى سنه حسنه فله اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامه. يعني الفنانه سهير رمزي لما تلبس الحجاب وفق الشرع، مش البادي ولا الجينز ولا وغطي راسي، لا انا هلتزم التزام كامل دعوه ان انا اكون نموذج محترم وسط المجتمع، ومن سن سنه حسنه فله اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامه. عاوز اقول لك يا فنانه يا راقيه، ان انت لو انت عملت دوت كل اللي هيعمل زيك هتاخدي انت حسنات. لو لا قدر الله وربنا يديك طول العمر، طبعا عارف سنك لسه 17 سنه يعني،
وقعدتي مثلا ومتي لا قدر الله، انت هتاخدي حسنات في قبرك على التزام الناس، انت قدوه لهم. وعلى الجانب الاخر اذا ما كان الالتزام بتاعك مخالف للشرع بهذه الصوره، انت بتحصلي على سيئات وكل من يتمثل بيكي، يعني انت هتكوني محط انظار للعالم كله. طب انا ممكن اسال حضرتك سؤال؟ يعني انا دلوقتي اللي انت شايفني في الصوره قدامك، انا ست محتشمه ولا مش محتشمه؟ على في الوسط الوسط الاجتماعي اللي انت بتعيشي فيه محتشمه، لكن في الوسط الديني اللي انت عاوزه تكوني ملتزمه، يبقى مش دي مش او حجاب، انت مش محجبه. انا قلت لك انا محجبه يا شيخ، انا ما قلتلكش انا محجبه. لا انا قلت انا ست محتشمه، انا يعني طب اشيل بقى الاشاره بقى، طالما الحكايه مش فارقه معاكم ان المساله كده، يبقى خلاص، يبقى التبهرج زي اي حاجه. انما انا بتكلم بقول الاحتشام درجه من درجات ان الانسان بيقرب اكتر شويه بشويه، انما احسن من ان انا اروح فكه الاشاره خالص واخلي شعري نازل. لا تفرق قوي، تفرق كتير يا شيخ. لا عاوز اقول لك على حاجه يا استاذ سهير، الالتزام جمله وتفصيلا. انت كنت عاوزه تروضي نفسك، ودي شيء جميل جدا، رياضه نفسيه ان انت تاخدي مره في تلو الاخرى، لكن ما فيش عندنا في الاسلام اسمها الاحتشام، دي مش موجوده اصلا خالص نهائيا. يعني انا مش مسلمه دلوقتي؟ لا انت مسلمه. لا طيب يبقى ما تقوليش ما فيش في الاسلام احتشام. لا الاسلام احتشام يا شيخنا، ازاي بقى؟ لا لازم ابقى ست محتشمه. يا استاذ سهير، الاسلام حجاب ولا حجاب، انت خدتي شطر من الحجاب هتاخدي على قدره. انا بقول لك اهو. طب ما انا ما قلتش انا محجبه، انا قلت انا محتشمه. انتوا زعلانين ليه من الاحتشام؟ لا انا عاوز اصحح عندك حاجه ربما تكون يعني ايه غير واضحه شويه، اللي هو ايه، انت باللي جواك الشيء الجميل اللي جواك دوت، ان انت عاوزه تبقي محتشمه او متحجبه، يعني عندك النيه ان انت تكون عندك التزام ديني او وفقا للضوابط الشرعيه. فشيء كويس، انا خدت من العشره 8 او 2، هتاخد على قده، لكن انا عاوز استاذه سهير تكون نموذج يحتذى به. انا بنشدك دلوقتي من هذا المنبر الكريم ان انت تكوني نموذج كويس زي ما بداتي حياتك بالالتزام. وانا عاوز اقول لك على حاجه مهمه جدا، الاسلام ليس ضد الفن ولا ضد الابتكار ولا ضد تقديم اي اعمال فنيه تفيد المجتمع، لكن ضد الخلاعه والمجون وما الى ذلك. وانت ليكي رصيد من الاعمال الفنيه سواء كانت كده او كده، لكن ربما يكون فيها من الاصلاح المجتمعي والاخلاق اللي انا اتاثرت بيها، ممكن يعني انا على نطاق الشخص اتاثرت بيها. فانا النهارده بحب الفنانه سهير رمزي وبحب الاستاذه سهير رمزي واختي سهير رمزي، يبقى انا عاوز اقول لها الحجاب ايه وامتى تكوني محتجبه وازاي شروط الحجاب. الاحتشام دي حريه شخصيه، تلبسي البادي وتقلعي شعرك دي حريه شخصيه. طب احنا عندنا موديل للحجاب بتاعنا يا شيخ؟ يعني قول لي، عندنا لبس معين زي يعني زي مثلا في الرهبات مثلا عندهم زي معين معروف، الرهبه بتلبس ايه؟ دي رهبه خلاص عندهم الزي ده. احنا عندنا ده؟ عندنا في اسلامنا يعني شكل معين اتولدنا وطلعنا لقيناه؟ لا، دي بقى المفهوم الخاطئ اللي احنا عاوزين نصححه للبنات والفتيات والامهات، ان الاسلام لم يعترف بزي شخصي او لون معين تلبس اسود على طول تبقى حياتها كلها سودة. لا، أنا بقول لهم الإسلام هو دين التحرر والحرية، وعبر عن العورة بأماكن وليس بثياب أو لون ولا بشكل معين. يعني النهاردة لما تقولي تلبسي مثلا أنا آسف أنا معرفش الألفاظ بالتحديد عشان ما حدش ياخدها ملحوظة، بلوزة أو جيبة أو قميص ومش ظاهر للمفاتن المرأة، وتلبس تحته بنطلون وبتعدي من تحت الركبة بحوالي 30 سنتي علشان طبيعة عملها، وتلبس على راسها غطاء كويس جدا، دي اللي احنا بنقوله الفتوى العصريه بما يتوافق مع قضايا العصر. لكن ما تلبسش زي ما انت قلتي البنطلون المقطع، وما تلبسش حجاب وتعمل وشها زي ما انت قلتي تظهر مفاتن جسدها ووجهها من اجل الاغراء، اللي هو المقصود منه الحجاب، اللي مقصود منه القصد من قاصد الشارع او مقصد الشارع من الحجاب هو المحافظه على الاخرين. طب يبقى احنا كده كل الناس بقى مش محجبه؟ اللي محجبين دول ما هم مش محجبين بقى؟ لو انت زي ما حضرتك بتتكلم كده، يبقى الست المحجبه اللي بتعمل مكياج وتخرج دي مش محجبه، الست المحجبه وحاطه الطرحه ومش مبينه شعرها خالص ولابسه بادي وبتاع ودي مش محجبه.
والله يا استاذ سهير كل يقيس على نفسه، لكن انا كراجل قرات في علوم الدين، مش بقول انا عالم، اللي عرفته هو ده، لكن اللي عرفته بقوله الاسلام لم يعرف لون ولا زي معين، لكن الاسلام عرف عوره. وكمان انا بس متحفظ شيخ صبري، انت قلت الاسلام حجاب، انا بخشى بس انه دايما احنا بنختزل ونختصر الاسلام في الحجاب، يعني ما لسه اقول قيمه العمل، انه الناس تشتغل باخلاص، ما يعني لا نركز الا على الحجاب ولا نركز على قضايا مهمه جدا هي ايضا في عمق الاسلام، تشتغل كويس وتشتغل بضمير وتنجح وتخلص وتكون صادقا وتكون على خلق يا استاذ وائل. ايوه انا عاوز اقول حاجه، انا عاوز اقول حاجه لنادي بمناسبه حضورك القائم على الشاشه، ان الاسلام اللي انت بتقول عليه هو الصحيح فعلا، وان الاسلام لا يختزل في شكل ولا مظهر ولا رايه ولا حزب ولا قول. انا عاوز اقول للناس اللي نادي من خلال برنامجك ما اورده الامام البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما كان قبلكم، عشان بس يبقى في امل للناس ان هي عندها الرحمه والتسامح، انه كان هناك باغيه، هذه المرأة الباغية خرجت مرة ذات يوم وجدت كلبا يلهث من العطش، فسقت الكلب، فغفر الله لها ذنوبها كلها بشربة كلب. يقول الإمام الغزالي في كتابه الإحياء عن هذه المكرمة في رعاية الحيوانات والجمادات، وبقول يا أمة الإسلام، إذا كان الله قد غفر لباغية بشربة كلب، فما بالك برحمة إنسان؟ أنت لو سقيت إنسان، لو أصلحت مجتمع، لو رفعت قيمة عمل، أنا معاك في كل ده، لكن هو المقصود كله ايه؟ هي التربيه والسلوك. انا جيت عندك كذا حلقه، وان شاء الله هنيجي تاني وهنظهر للناس في المرحله اللي جايه والمرحله الموجوده حاليا خطره جدا ان شاء الله. شيخ صبري ان شاء الله بشكرك.